الشاهد بارك الله فيك، إذا أردت الرافدي لا ينام فذهب بجنبه وقل عمر بن الخطاب ليلته سوداء. فليلتك سوداء. السلام عليكم. How are you? Long time man. Where have you been brother? I'm good الحمد لله. I'm good. Let's see you. Let's go. So لكي تبغي دوما، فنحن نحب الصحابة وندافع عنهم رضي الله وارضاهم. الصحابة فوق الرأس والعين، مدحهم الله، الله أكبر، في كتابه، ومدحهم رسوله في سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يبغض الصحابة إلا زنديق. وفي فرق، عندما أنا عندما قلت لا يسب الصحابة إلا زنديق، خرج أحد أتباع الشيعة قال لكن في رواية يسبون بعضهم بعض. في فرق بين إنسان يغضب مع أخيه ويسبه في الغضب، وفي فرق من يسب اعتقادا. فأنا أحب أخي بعض الأحيان عندما يجنني يغضبني فأسبه، لكن أحبه وأدافع عنه. بارك الله فيك. لكن أنتم تسبون الصحابة تقربا إلى شيطانكم. عندما وقع مشاكل بين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة لم يسبوا بعض إلى الله، كان غضبان وفعل والله يعفو ويغفر. فشتان شتان بين أتباع الشيطان وصحابة النبي الرحمن بارك الله فيكم. فكيف بالله من يدافع عن الصحابة صهيوني، ومن يدافع عن الذين يدعون في الصحابة أصبح هو المسلم؟ هذا الذي يصدق بأن شمسي صهيوني لابد بأن أبوك الأصلي حمار وأمك الأصلية قردة. أهلية نقولها لك صراحة. أنا عندي فيديوهات أدافع عن فلسطين، لكن ماذا هنا؟ لابد تدافع عن إيران لكي تكون غير صهيوني. أبدا. نعم إذا كذبوا عليها ندافع على أي أحد، لأن الظلم حرام على إيران أو على أي بلد، لا يجوز الظلم. نعم نحن إذا جاء السني الآن يظلم شيعي أقف مع الشيعي بارك الله فيك. نعم لأن الظلم لا يجوز بارك الله فيك. اسمه هذاك الذي قتل في طهران، في طهران عند هنية، إسماعيل هنية رحمه الله وغفر الله وعفى عنه. قدموه قربان، قربان خدعوه. من خدع بآل البيت هم بارك الله فيك. الذين قتلوا الحسين كلهم أتباع علي بن أبي طالب بارك الله فيك. أي نعم، لو قتل في السعودية لا أقاموا الدنيا، أو قتل في الجزائر أو المغرب لا أقاموا الدنيا، ما أقعدوها. لأن إيش؟ أنا ذكرت هذا في مخطط صهيو أمريكي رافضي في تدمير الدول العربية السنية. المبتدئين في السعودية. نعم نعم، تقسيم الدول. نعم نعم، يريدون تقسيم الدول بارك الله فيك. ونحن لابد نقف مع حكامنا في الحق ليس في الباطل. لا نرضى بالحرام، الخمر حرام، الزنا حرام، الاحتفالات فيها اختلاط وفيها المغنيات حرام، حرام حرام. لكن أقف مع حاكمي لأني أعرف فيه مخطط ضد بلد الجزائر يريد تقسيمها، أو مخطط ضد المغرب باكستان، فيه مخطط لتضعيف الدول خاصة العربية السنية بارك الله. نعم، لأن السعودية هي الجدار، جدار الدول العربية الإسلامية معروفة، هذه معروفة بارك الله فيك. سبحان الله، أنا رأيت فيديو لشخص يطعن في السعودية، يستدل بمن؟ يستدل بشخص زنديق. سبحان الله. فعندما نقول حافظ الله الدول العربية والإسلامية من شياطين الإنس والجن، قل لك مع الحكام، أنا مع الحاكم في الحق، أما في الباطل ليس معه. نعم بارك الله فيك. لابد تكون في الحق. نعم لابد الإنسان يعرف بأنه فيه مخطط لتدمير دولنا العربية بارك الله فيك. شوف الحمد لله الجزائر الآن الجيش الجزائري حفظهم الله وجزاهم الله خيرا عنا، أوقفوا جماعة إرهابية تبع الماك في الجزائر عندها أسلحة. فخرج علي بالحاج لكي يمدح ويثني على الجيش الجزائري، أصبح يشك فيهم. هذا الذي دمر الجزائر بالفيديوهات، فيديوهات تبين بأن الفيس والجية هم فعلوا طامات، فيديوهات يتكلموا بعضهم بعض في الجبل، فيديوهات باينين. لكن أنا أقول حفظ الله الجيش الجزائري، كل الجيوش الإسلامية وفقهم الله، وأن يجعل الدول الإسلامية تتحد للدفاع عن فلسطين. لأن يجب أي بلد عندها القوة في الدفاع عن فلسطين ولم تفعل وتخذل فلسطين، نسأل الله أن يخذلها. هذا اللي أقوله. لكن الواقع ترى، سبحان الله، ترى الواقع غير، لكن الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل.
نسأل الله أن ينصر إخوانا في فلسطين. اللهم آمين. نعم أخي، وأن يدمر الصهاينة تدميرا. طيب، هذا لابد الإنسان يدعو الله جل وعلا في سجوده قيام الليل، طيب، ويساعدهم حسب طاقته. بارك الله فيك يا شيخ. سعر الحشيش كامل قرام. فالشاهد بارك الله فيكم، الإنسان عندما النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى إله إلى الله كان وراءه عمه يقول هذا كذاب. فالإنسان عندما يدعو إلى التوحيد والسنة يأتي الشياطين الإنس والجن. فهمت أخي الكريم؟ الحمد لله نحن ندعو إلى الإسلام. بارك الله فيك. وطم هذا الرجل يسب الصحابة، عندك هذا يضحك معه. لا أجدك ولائي وبرائي لله. الطيور على أشكالها، الطيور على أشكالها. الشمس ليه بتطبل للسعودية؟ والله إذا أنت معدد الرقص فهذا عندك تطبال. أنا ما أطبل. السعودية عندهم الرقص بموسم الرياض. لا لا ما عندي. أنا لست سعودي أصلا، وحافظ الله السعودية رغم أنوف الرافضة والمجوس. حافظ الله السعودية، وحافظ الله الجزائر، وحافظ الله الدول العربية السنية من المغرب. حافظ الله المغرب كذلك، حافظ الله المغرب، وحافظ الله الدول العربية السنية من خبث الخبثاء وشياطين الإنس والجن. هذا الذي نقوله. بارك الله فيك. صحيح الحمد لله. الآن سؤالي لك هنا، هل تفتي بالانجليزي ان يتوقع دفع الضريبة في بريطانيا لان تذهب الى الصهاينه؟ اعطيه الكاميرا. شوف so you say the muslims اول شيء قاطعوا. لا 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 غير 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 قاطع قاطع غير 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 انا سؤال اليك اسال اتكلم. هل بالانجليزيه اذا انا عارف تخاف على نفسك، لكن في سبيل الله، في سبيل فلسطين إن شاء الله. هل تقول الآن ما تدفع الضرائب؟ أنا شخصياً ما أدفع ضرائب. You don't pay taxes. ما تدفع ضرائب. ما وصلت. ما وصلت. No. You say openly. أنا عارف ليش. لأنكم أنتم لا تدفعون أنفسكم في سبيل فلسطين. دخلت فلسطين فلسطين. الآن الآن حتى ولا ودعوا مع الأمريكان واليهود. لعنة الله على الأمريكان واليهود. لا، السعودية عندها معاهدة دفاع مشترك مع أنا السعودية. غير غير. In English. Are you gonna ask? English. Are you gonna tell the people? English. Don't pay taxes. Even if you work, don't pay taxes to Muslims. كيف تدفع؟ غصبا عنك ما تدفع الضرائب. ما عجبك الضرائب. يدفع الضرائب الكفار. أنت تدفع الضرائب الكفار. هذه البلد. الذين يساعدون. هذه بلد الضرائب. إيش قال؟ لكن أنا صهيوني، هذه بلدي. ها؟ أنت عندك أنا صهيوني، هذه بلدي. هذا إيش فعل هنا؟ أنت منافق. إذا أنا صهيوني، هذه بلدي. أنت إيش فعل هنا؟ أنت منافق. إيش فعل هنا؟ أنت خربت أولادي. إيش فعل هنا؟ انت خربت اولادك، تبيع المخدرات لاولادنا. بعد امك المخدرات انت تبيع المخدرات لاولادنا. الشاهد بارك الله فيك. هل تتكلم معي او لا تريد؟ لان هذا السيد قال اذا واحد يدخل شخص بارك الله فيك لا تتكلم. الشاهد انا كنت معك كثير من المرات انت والحمد لله. هذا اذا انا صهيوني هذه بلدي، فانت اللي ما تفعل هنا عند الصهاينه. اي بلدك. حكمته. ارض الله. لا لا هنا انت تدفع الضريبه تذهب الى الصهاينه، لماذا تدفع الضريبه؟ من قال لك انا ادفع ضريبه اصلا؟ In English, you don't pay taxes. I don't pay taxes because I don't reach the threshold. No, you see, بدل. خواف. No. Would you tell the Muslims to don't pay taxes? Tell the Muslims don't pay taxes. Go and guess the country. Don't pay taxes. I'll my taxes. Just tell. Show me your taxes. Baba, you getting paid from the government over here? Tell the Muslims. Just tell the Muslims. The government don't pay me. They pay you money. Here, here. £10,000. Here, I'll show you. I have a bank card now. Wallahi, I will show him. He said I get 10,000 British government. My brother comes to. This is my account here. Here, come. I come here and see minus. Come. Minus what here? This is one of your accounts. No. تعال. شوف أنا. تعال. هذا يا أخي الحمد لله. هو بس اتق الله يا أخي. تعرف ماذا الله ماذا يقول. تعرف الله ماذا يقول. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو نعرف بأن حقا سوف نقف أمام الله. والله الإنسان لابد أن يعرف عندما يقول. أنا الآن لا أستطيع أن أتهمك أن تأخذ المال من إيران أو من بلد آخر، لأن حتى في مشاكل بيننا سوف نقف أمام الله. لكن أنا الذي أراه كثير منا ما عنده الإيمان بالله. يقول هذا صحيح. نؤمن بالله. اسمع. لأنك لو كنت تؤمن بالله
هل تعرف بأن الله سوف يحاسبك على كل كلمة تقولها؟ نعم. 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 فعندما ترمي شخص الآن، أنت قلت أنا أخذ 10,000 من بريطانيا، هل تعلم بأن هذا اتهام كاذب؟ أنا شفته بالإنترنت. شوف الإنترنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنترنت فيها بأن المسلمين يقتلون أبرياء، هل تصدق هذا؟ ماذا أنت تتكلم؟ لا لا لا، أنا أتكلم معك، أتكلم معك. أنت تبيع المخدرات لأولادنا. الآن خاف الله. في الإنترنت يقولون بأن المسلمين يقتلون الأبرياء، هل تصدق هذا؟ في مسلمين يقتلون الأبرياء. لا عموما يقول لك الإسلام يقول اقتل الأبرياء. لا ما يقتل الأبرياء. ما تصدق هذا؟ لأن إيش؟ في كذبات. لأنه حرام القتل. بارك الله. بدون إجابات. فالشاهد أنا أبين لك بالإنسان، أنا والله رأيت الناس يتهمون، ما عندهم أي كأنك ما في يوم القيامة، ما في يوم الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشخص يوم القيامة حسناتك جبل، فتصبح هباء منثورا. لماذا؟ قذف هذا، سب هذا. فإذا نعم نختلف مع بعضنا بعض، نعم اختلف مع أشياء، لكن لكي أكذب عليك بكل الأشياء نعم. بس ولي الأمر لا اسمع نعم. الكذب عليك، الاتهام عليك، حتى على الصهيوني لا يجوز في الإسلام. الله يقول وإذا قلتم فاعدلوا. فالإنسان لا يجوز الكذب. فالآن احنا نتكلم عن قضية ولاة الأمور الحكام. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم عندما أخبرهم أن في أمراء سوف يأتوا يأخذون حقنا، في البخاري ومسلم يأخذون حقنا، طيب عفوا يأخذون حقهم منا ولا يعطون حقوقنا. عندما سألوا من؟ ليس شمسي، سألوا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وسلم كثير. قال وسألوه، عندما سألوه اسمعنا تكلموا علمي دخل. قال يسألوا إيش قال؟ قال اتق الله واسمع وأطع. هل هنا يبرر الرسول صلى الله عليه وسلم ظلم الحكام؟ لماذا لم يقول خرجوا عليهم؟ أنا لا أعرف إنه إذا حاكم ظالم يجي يأخذ أرضك لازم تدافع عنه. أنا ما قلت لك هذا، لا أنا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري ومسلم يأخذون حقوقهم منا، نعم، ولا يعطونا حقوقنا. أنا أقول أعطيني حقي، مالي؟ أقول لك ما في حقك. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألوا في البخاري ومسلم ماذا أفعل، ليس أنا، البخاري ومسلم، هذا شيعة ما أمر بالبخاري ومسلم، أنت سني، نتكلم أنا وأنت، نحكي أنا وأنت. فعندما الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمع واطع، اتق الله اسمع واطع، هل هنا الرسول يبرر ظلم الحكام؟ فلماذا رسول يقول اسمه واطع للحاكم الظالم؟ الراجل نعم مرات بيقول لأنه ظالم. أنا يعني لازم هو مرات بيقول كلام جميل. كيف؟ الحق يقال. يبيع كلام ويوم ما كان يبيع المخدرات. فأنا أقول لك شوف جميل. إذا الحاكم قال ارقص افعل حرام لا سمع ولا طاعة. ليس معناته نخرج عليه. موسم الرياض حرام. لا. أنا شخل موسم الرياض يا أخي. أنا أتكلم عن أصول أهل السنة. حرام. أنا أتكلم عن أصول أهل السنة، أصول أهل السنة. أصول. أنا ما أتكلم عن الرياض والجزائر. أنا جزائري أصلاً، أنا جزائري. الجزائر في حق، لماذا لا تسألني عن الجزائر؟ في السودان في حق. نعم بارك الله فيك، لا تسألني عن الجزائر. ليش دخلك السعودية؟ السعودية ليش؟ أنا جزائري. إذا أنت مسمينك خادم الحرمين. أنا لست خادم الحرمين. على هذا ما السعودية مسمينه خادم الحرمين. هو يخدم الحرمين. يخدم الحرمين. هل معناته يكون معصوم؟ لا ما معصوم. خلاص. ما معصوم. خادم الحرمين ليه بس عدل معصوم؟ هذا مو يعني سبب يغطي الحرام اللي قاعد يسويه. لا ما قالوا، حتى السعودي يقول نعم في سلبيات في بلدنا لكن الخير اكثر واكثر واكثر. خلاص نرجع الى عقد اهل السنه، عقد اهل السنه، عقد اهل السنه، حياتك كيف بديت حياتك اهل السنه، عقد اهل السنه. طيب عقد اهل السنه والجماعه ذكر الامام احمد بن حنبل الشيباني، ذكر الامام الصابوني، هذو ليس مداخله، هذو علماء في وقت السلف قالوا السمع والطاعة للحاكم البار والفاجر. الفاجر معناته الظالم. هل معنى هؤلاء العلماء مداخلة؟ ما معنى العلماء؟ أنت رافضي ايش ايه؟ هذا على الشكل الأكبر يقول لك ايه؟ ايش ايه؟ اسمع اسمع اسمع، أنت لا تسمع وطيع. أنت بعد شو أمريكا باعوا العراق لأمريكا يقول لك اسمع وطيع.
تفضل. طيب. الآن عندما العلماء السنة قالوا اسمع وأطع الحاكم الفاجر، أنا جزائري حاربنا فرنسا، أنتم بعتوا العراق لأمريكا، أنا جزائري. بس نريد نعرف على رئيس الجزائر كم أخذ النسبة بالفوز بالانتخابات؟ انتخابات الجزائر كم نسبة النجاح مال؟ إيش دخل انتخابات؟ 99%. حافظ الله بلاد الجزائر من كل خبيث. حافظ الله الجيش الجزائري من الخبثاء. أنا ذكرت لك أخي من أراد أن يصلح، من أراد أن يصلح مرحبا بك، تعال الجزائر وأصلح. عفوا أتكلم، أصلح بالطريقة الشرعية. حتى في بريطانيا إذا أردت الإصلاح تتكلم وتنصح، أما هؤلاء الخونة الذين طلبوا اللجوء في بلد تساعد الصهاينة علانية ثم يقول لي الجزائر كذا وكذا، هؤلاء خونة، راضية ما راضية، سخطة ما سخطة. وتحية بلاد الجزائر وحافظها الله من كل منافق وخبيث وخوان وحركي. بارك الله فيك، خلاص حياك الله، بارك الله فيك.